السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتوما لاباس؟ وين تخيت؟ راك بويا الورشات في الركو غابر، كراكو دايرين كي داير الأحوال مبروك العواشر، وين تخيت؟ ما كاتبانوش، كراكو دايرين كي داير الأحوال كي داير، قالت لك واحدة الجنون ما كيكونوش في رمضان، لا حب، الجنون كيكون الجن العاشق والجن المؤثر عندي داري. مع الدبه ودريات فهمتي، لكن قالت لك اخويا ابراهيم اعطينا شي وصفه للمحبه وكنتي مقبوله لا في العمل ولا في التجاره، وسطامي ديما عامر، يعني مصطامك ديما عامر، غادي نعطيك وصفه شدي هذا تعدي تقبل فهمتي، المهم انتي خير، انتي ديري بسطام عادي فهمتي، البسطام ديالك اللي ديري فيه الفلوس فهمتي، غادي نعطيك وصفه فعلا تر طايح اكثر مني، سمعوا الطيور سمعوا درك كيجيو الطيور لان كيقرب الربيع، دخلنا في الربيع يعني كيجيو ويديروا لك العشوشه ديال هنا، وشحال نفرحوا بهم، كتعطيه البنت الماكله كتسلو الماكله من هنا وكيولدوا، كيولدوا هنايا في الجردة في الدار، هانتو في السجور عندنا السجور هنا. لكن بزاف اللي قالت لك ابراهيم ما عندنا لا رزق لا تيسير لا صحه لا عين تابعه الحسد، فين ما مشينا كلمتنا ما مقبولاش لا في محكمه ولا في العمل ولا في اي حاجه، خاصك وحده ديما توصي خاطر ما تغفلوش، لان الساحر ديما عاسك او لا الساحر ديما عاسك، الدو صفيح الفاس البخور عمان ما تريدوش، هادو ديما ديرو ديما سيرتي اللي كتقول لك انا ويدي ما كتفين وما نقدر ندير حتى شي حاجه، لا ود نعل الشيطان توضاي صلي جوج ركعات اوه نوضي ديري بسيخه، لان ما غاديش شي واحد يجي يسلكك الا ما سلكتيش راسك بيدي، او لا تمشي عند الساحر والساحرات اللي باغيين غير الفلوس فيصيفطوا لك الجن المؤذي ولا الشياطين يتسلطوا عليك، وراه تما الدريات كتبوها فهمتي، راه غير اللي تمشي كتجيبها في راسها فهمتو، وكنصحكم ونقول لكم ما كتسمعوش الكلام، انا عارفه واش يدير، انا طلعته معايا في اللايف ولكن لقيته غداري فهمتو، حذاري ثم حذاري، سيرتو وحده كتقول لكم انا مطلقه وجمعني في 7 ايام، هذيك راه كتنتقم من الدريات والدراري حداها ورسالتو منها بزاف فهمتو، معروفه فهمتو، لكن بزاف اللي قالت لك ابراهيم حجرة النصر واش نديرو بها، حجرة النصر فيها بزاف ديال المنفعه، كاينه اوراق وكاينه حجرة، راني قلتها لكم ونعاود نقولها لكم، حجرة هاي شتو حجرة كي دايره، شتوها حجر هي هادي حجرة، صبروا نخويها لكم هنا هادي حجرة، حجرة النصر هادي حجرة، هادي تهرسيها حتفخ يعني حجرة، وكاينة أوراق، أوراق هي هادي، هاهي هنا محلول، أوراق على أوراق تزكالكو أحسن من هادي فهمتي، أوراق هي هادي، حجرة النصر فيها منافع كتيرة كتيرة، هادي نتوما راه عندكم العيالات كتربيو الأطفال. انا كنقلعهم حيت كيكبروا محيط الجزره دي دغيا كيكبروا لي الاطفال بحال النسر يا اختي، والله غادي نولي قط شتي هاي، وغير هادي غير هادي الرقيقه شتيها، هادي تخرجي منها شي 7 ولا 8 فهمتوا، ديروها تسخن في الشمس عاد ديروها، لان علاش تشريو اوراق، ها اوراق وها حجر، هادي غير تهرسيها وتخدمي بصح، هادي وحده كتخرج لك شي 50 وحده فهمتوا، هي زوينه للبخور وكنديروها للقبور، وثاني كي كنديروها نشدوها هنايا ونديروها في البسطام ديالك، ديريها في البسطام ديالك وديما البسطام ديالك عامر مع عمرك، وإلا كان الرزق كيمشي لك طير لك الفلوس، ديريها لولادك لراجلك لبناتك كلشي ديريها لهم في البسطام، أنا راني دايرها هنايا باش نوريكم، لأن عندي لاكارطة تمشي وسكتني بلاكارطة، أنا دايرها هنايا الصورة شدو أنا هنايا فين مخيط هنايا البسطام، هنا معمرو بزاف ديال الحوايج شتو، هاي داير هنايا حجرة النصر هو راه زوين
باينه واعره بزاف، الموت ديال المصطاب والدياف. علاش حجره النصر؟ حجره النصر ولا اوراق النصر؟ يعني هذه كتنصرك على عدوك او عدوتك، فهمتي؟ او ديالك، فهمتي؟ حجره النصر يعني الا كنتي مدابسه وماشيه للمحكمه ولا ماشيه للشرطه او الله ماشيه لشي حاجه تقضيها، خاصك ديري حجره النصر ديرها في المصطاب، لان باش تنصرك حجره النصر كتنصر على ديالك وعلى اللي ما يحملوش. يعني هي واعره دقه بطلها، هي راه زوينه بزاف. ثاني كاين منين وضع الناس الصداع والمشاكل، والله الراجل يكون مقلب في ناس عقد وهو ناسق، خالتي وخالتك وتفرقوا الخوال، حبسوا تما حجاركم يشدك، تبخري ليك ولا الراجل. الا ما بغاش يبخر الراجل، شدي الصوره ورميها تما وبخري الصوره. من تبخري الصوره الوجه ديالها يشوف الفوق والبياض يشوف الاخر، لان فرق على اللدود، اللدود ديري له الوجه في الماء والبياض الفوق، اما في البخور الوجه الفوق والبياض يقيس فيه الدخان باش ما تحرقيش وجهها، كما دارت السيده اللدود وحرقت لبنتها وجهها، درت الصوره الفوق ودرت الفوق. او بزاف اللي خدموا اللدود عند عباد الله ووجههم تشوط، فهمتي؟ ما كيعرفوا يديروا لا اللدود لا حتى شي حاجه، لكن هذه تشديها وترميها تما، شدي الصوره ديالك وفرقي رجليك وشي جلابك من جلابك امك باش تبخري راجلك، باش يبقى راجلك ديما تحتك، ما ديه لك حتى شي واحد، فهمتي؟ ديما رجلاتك او ولادك كنتي اللي كتقول لها عار ولا بنتها هاربه عليها، ثاني كي تشدي الصوره وديري حضره النصر وتبخر تشدي الصوره، فهمتي؟ صورك شاده هنا ورميتي هكا وركي فرقه رجليك وتبخري الصوره وليكي مره، فهمتو؟ زوينه ولا مادامك تكوني لابسه جلابه ولا بلوزه، ثاني كي تكون عندها الخاطب ديالها، فهمتو؟ أو والله تاني كاين اللي تكون عندها الخطيبة ديالها، أو والله الطليقة ديالها، أو والله عكوزتها مهربة على العيشة، تاني كيبخر العكوزة وولدها وكاع الحضرة ديالها كاع والشيخ وكلشي شدي تصاورهم مرة واحدة، وفرق رجلي وبخر، لا حجرة النصر واعرة، أوراق النصر أو لا حجرة النصر، الحجرة هي هادي، والأوراق هي هادي، تتخرجي منها على الشيء تشدوها، هادي كتسقسي، وها هي من هذه الاوراق وهذه الحجر، حجر النصر ترسلك نصرك على عدوك وعلى من عادك، فهمتي؟ ثاني كاين العكوزه كانت تبغيك، وثاني كاين ما نعرف واش داروا لها، كتشدي هذه وتحطيها في المجمر، فهمتي؟ وتزيدي معها شويه ديال الفجر غير حكر، ما ديري حتى شي حاجه، وزيدي عليها حبه حلاوه، بحال الا كانت عكوزتك او لا طفلتك كتقول لها اختر الراجل، انا كنقول لها اختر الراجل او الاخر الراجل ما حاملينكش ولا عكوزتك ولا شيخة ولا كسميتها، جيبي تصورها فرقي رجليك وديري هادو، فهمتي؟ وزيدي عليهم الفيج راه واعر، هادو يسلكوك. وتاني كاين البسطام ديالك الفلوس، تاني كاين كطير الرزق كيطير، ديريها في البسطام او لا شدي واحد 5 اورو ولا 10 اورو، فهمتي؟ غادي تشدي واحد 10 اورو هكا الفلوس ديالكم، غير صغيرة غير ورقة صغيرة تكون، فهمتو؟ فلوس انا درت 10 اورو، تشديها دايرها 5 اورو، تشديها هكا وديريها هكا وديريها في البسطام ديالك، إلا كانت الفلوس ديريها في البسطام ديالك راها تقبل، فهمتي؟ انا دايرها هنايا 5 اورو باش الفلوس ديما تدخل عندك، كيدخل ميخرجش، كيمشي في البنك عاود، ماشي تشري تكاشا تشريتها وتقولي ما كان جمع ما كان تكايسي على داك الراجل، هو راه في تما راه مدكدك، فهمتي؟ وتشديها وديريها ساعة عندها الاوراق والحجرة وديه، ما ديرش كاع هادي، هادي راك تخرجي منها شي 50 مول، فهمتي؟ غير هاد الصغيرة تخرجوا منها شي 10، هادي اللي حليتها تخرجوا منها شي 10، بصح هادي ما تخرجي منها حتى شي حاجة، لأن حجرة ها حجرة، فهمتي؟ هادي حجرة، هادي راه زوينة، وديريها هاكا، نديرو كاع غير هاد الصغيرة ونديروها هاكا ونجمعوها، وديمتها وليداتك إلا كانوا خدامين ولا وما يعرفوش ولا بنيتك، وتشديها هاكا تاخديها هاكا. وما دابك الا كانت عندك شي صيفيط ما ديال امك ولا ديال خوك ولا ديالك، الا ما عندكش غير صيفيط ما ديالك تقطعيها تكون عرقانه وتلمديها في داك الثوب ما دابك تكون بيضه وديريها هنا في بسطامك، والله يجيب التيسير وكنبغي يكون موت عليكم. وهذه هي حجرة النصر، فيها نوع اوراق وحجر، اوراق تخرجي منها بزاف، حجر ما تخرج منها حتى شي حاجه، يعني خالتي وخالتك عيني في عينك. كنبغي يكون موت عليكم ويا ربي تجيب التيسير. هادي تاني كاين تقدري ديريها حجرة النصر، راه كنت قلتها لكم، ديري عليها القرنفل الجوز الطيب وديري لها كسمة
قرفه وديريها هذه وديري شويه واحد المسك وديريه ثاني كاين في البسطه كما داير له هنايا. انا داير القرنفل والقرفه داير القرفه القرفه والقرنفل والجوز الطيب والمسك الابيض وداير ورقه النصر ودايره هنا ودير معاه عاود شي حوايج. هادو زوينين ديما لا في التيسير ولا في السفر ولا في كيف نتا كنبغيكم متعلكم وبسلامه عليكم.